السلام عليكم. الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية الصومعة ومنطقة مهمة في مديرية ميكراس بجنوب صنعاء. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. سيطرت حركة أنصار الله اليمني الحوثيون على مركز مديرية الصومعة ومنطقة مهمة في مديرية ميكراس في محافظة البيضاء بجنوب شرق صنعاء. وأعلن مصدر لوكالة أنباء شينخو أن مسلحي الحركة شن هجمات مكثفة على مركز مديرية الصومعة الذي يحمل اسم المديرية، وتمكنوا من السيطرة على مركز المديرية، كما شنوا أيضا هجمات مكثفة ومتزامنة على مديرية ميكراس المجاورة، وتمكنوا من السيطرة على منطقة شرجان المهمة بالمديرية. وأكد المصدر أن المسلحين تقدموا في منطقة شرجان ومن مركز مديرية الصومعة باتجاه منطقة الحازمية آخر مواقع القوات الحكومية اليمنية في مديرية الصومعة، مبينا أن الهجمات على الصومعة ومنطقة شرجان في ميكراس سبقتها الدفعة بحشد كبير من مسلحي الحركة معززين بآليات عسكرية متنوعة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.